برامج مونتاج مجانية للحاسبة وللموبايل. صار أكثر الأشخاص مو بس المونتيرية وصناع الأفلام يحتاجون يمنتجون فيديوهاتهم قبل لا تنزل على السوشيال ميديا حتى يحصلون على جودة أعلى. لذلك راح يحتاجون برامج مونتاج سهلة سريعة سواء كانت للحاسبة أو للموبايل. بالنسبة للحاسبة برنامج دافنشي ريزولف تقدر تمنتج به فيديوهاتك وتضيف له مؤثرات صوتية بصرية ترانزيشنات وتصدره بصورة مجانية. ويعتبر برنامج دافنشي ريزولف من أقوى البرامج في التلوين ويستخدم أيضا في أفلام هوليوود. وبنفس الوقت هو برنامج مجاني وسهل ويقدر أي شخص يستخدمه. أما بالنسبة الموبايل فأكيد برنامج كاب كات اللي هو تطبيق موجود على الأندرويد وعلى الآي أو إس والحلو به مجاني 100% وبيه هواي إضافات تفيد صناع المحتوى أو أي واحد يحب يمنتج فيديوهات قبل لا تنزل مثل سبيك تو تكست باك جراوند ريموفر وسبيد رامب وأكيد إضافة الموسيقى والمؤثرات الصوتية والبصرية فلاتر التلوين وغيرها وبيهم شغلة كلش حلوة اللي هي تمبلت اللي هو ما عليك بس تجيب الصور الخاصة بيك أو الفيديوهات وتضيفه وهو راح يتكفل بالتصوير. سلام.